طبعا ادوات الاستفهام زي ما احنا عارفين هي اللي بنستخدمها في الاستفهام عن شيء، يعني في السؤال عن شيء. ادوات الاستفهام هي ادوات تستخدم للسؤال وتنتهي جملة الاستفهام بعلامة الاستفهام اللي احنا شايفينها دي قدامكم، كلنا طبعا عارفينها وعارفين شكلها. يبقى بستخدم ادوات الاستفهام لما بحب اسأل. ايه هي بقى ادوات الاستفهام؟ ما، من، متى، اين، كيف، هل، ماذا، لماذا، كم. طيب تعالوا ناخد كده اداة اداة ونشوف كل اداة بتستخدم في السؤال عن ايه. متى، زي ما احنا شايفين الشخص اللي واقف على جنب ده حواليه ساعات كتير وعلامة استفهام، وعندنا الاداة متى، يبقى طبيعي ان الاداة متى بتستخدم للسؤال عن الزمان. زي ما اقول متى ينتهي العمل، هنا انا بسأل عن الزمان اللي هينتهي فيه العمل. طيب زي ما احنا شايفين عندي الأداة أين، وعندي شخص قدامه طريق متفرع لكذا اتجاه، فيبقى أين بستخدمها للسؤال عن المكان. زي ما أقول أين المكتبة. الأداة كيف، أنا شايف شخص دلوقتي مبسوط قدامي، ولد مبسوط وفرحان، فأسأله وأقول له عن حاله. كيف بتستخدم للسؤال عن الحال، فأقول كيف حالك. عندي مجموعة من الأطفال وعندي الأداة كم، يبقى أنا لما أجي أسأل عن العدد أستخدم كم. زي ما أقول كم عدد الأطفال. عندي زهرة وعندي من، أستخدم من للسؤال عن الفاعل العاقل، فأقول من زرع هذه الزهرة، يعني مين الشخص اللي زرعها. طيب عندي شخص بيفكر وفي ماذا وفي ما، بستخدم ماذا او ما للسؤال عن غير العاقل. زي ما اقول ماذا حدث اليوم، يعني ايه اللي حصل النهاردة، او اقول ما الذي حدث، فماذا وما بنستخدمها للسؤال عن غير العاقل. عندي شخص عمال يحاول يكتب وبيفكر وعندي الأداة لماذا، بستخدم لماذا للسؤال عن السبب، فأقول لماذا لا أكتب قصة، هو عمال يفكر ليه ما أكتبش قصة، لماذا لا أكتب قصة. عندي طالب زي حضراتكم كده لو بتذاكروا، يعني قاعد بين الكتب وعمال يا عيني يفكر، والأداة هل بنستخدمها للسؤال عن الإثبات أو النفي، فأقول الإجابة بتاعتها بتكون بنعم أو بلا. المثال بتاعي أقول هل ذاكرت دروسك؟ ها ذاكرت يا شباب دروسكم؟ السؤال ليكم. طبعا في ناس عمالة تضحك دلوقتي وبتقول احنا لسه ما ذاكرناش، بس طالما انت فاتح الفيديو وبتتفرج عليه يبقى انت بتذاكر. فعرفنا ان هل بنستخدمها للسؤال عن الإثبات أو النفي، والإجابة بتكون بنعم أو بلا. زي ما أقول هل ذاكرت دروسك؟ طبعا المفروض كلكم هتقولوا لي نعم، واللي قال لا يذاكر ويشد حيله. طب تعالوا بقى نشوف ملخص الدرس. أدوات الاستفهام: متى بنستخدمها للسؤال عن الزمان، أين للسؤال عن المكان، كيف للسؤال عن الحال، كم للسؤال عن العدد، من للسؤال عن الفاعل العاقل، ماذا وما بنستخدمهم للسؤال عن غير العاقل، لماذا بتستخدم للسؤال عن السبب، هل بتستخدم للسؤال عن الإثبات أو النفي. دلوقتي هنحل تدريب عشان نشوف مدى فهمكم للدرس بشكل جيد. ضع أداة الاستفهام المناسبة في المكان الخالي. 1 نقط ستسافر. 2 نقط تحب القراءة. 3 نقط عمرك. 4 نقط لم تحضر اليوم. 5 نقط تسكن. طبعا أنا عندي أدوات ممكن تستخدم في أكتر من مكان، بس احنا نستخدم الأداة المناسبة في كل جملة. فكرتوا؟ خدتوا وقتكم؟ طب تعالوا نشوف الإجابات مع بعض. الجملة الأولى صح، متى ستسافر؟ متى ستسافر؟ هنا بسأله عن زمان سفره. الجملة الثانية هل تحب القراءة؟ هنا أنا بستخدم السؤال عشان الإجابة تكون يا إما بالنفي يا إما بالإثبات. اللي بيحب القراءة هيقول لي نعم أحب القراءة، واللي ما بيحبش هيقول لي لا أحب القراءة. الجملة الثالثة كم عمرك؟
هنا بسأل عن عدد سنين عمرك فبستخدم كم. الجملة الرابعة، لماذا لم تحضر اليوم؟ أنا بسأل عن السبب، سبب عدم الحضور. الجملة الخامسة، أين تسكن؟ هنا بسأل عن مكان سكنك.